السلام عليكم، معكم اجونس زرابي. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد المنزل رائع اللي كيتباع بمدينة ناظور، بالضبط في الجوطية قريب على الطريق. كاين تما بطبيعة الحال الطوبيسات وكاين لي كرون تاكسي قرابين على الدار. المساحة ديال الدار هادي 80 متر مربع. في الدخلة كنلقى واحد البيت على يدنا ديال اليسار، هو هذا. والتحت كاين بيت ومطبخ وحمام والكراج. هادي هي لاكويزين اللي محلوله على الباتيو، وفيها حتى الباب ديال الكراج الصغيره. الفوق فيها جوج ديال البيوت وصالون، ووسط الدار كبير وحمام وبالكون. هاد المنزل هذا محفظ كيتباع، قلنا المساحه ديالو 80 متر مربع. هو راه عاد في الاصلاح، يعني باقي ما تسالاش، راه عاد باقي له الصباغه، غادي يكون كامل عنده الصباغه ديال الياقوت، وباقي غتصاوب الكوزينه عاد والحمامات، يعني باقي عاد غادي داروا لافينيسيون، يعني كيتباع مجهز، ماشي هكا كيتباع مجهز، يعني لا كوزين مقاده، كلشي مقاد. هذا الحمام اللي كاين لتحت، طبعا الحال الا كنتو متمين بهذا العرض هذا، ما عليكم الا تتصلوا بنا بالارقام اللي كيبانوا لكم في اسفل الفيديو، اولا تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينه في حي النعناع، اقامه ايمن في الريد شوسي مدينه الناظور. دابا نطلعوا باش نشوفوا الطابق العلوي. ايث مثل الداثث وسد ذي جوتية ذي النظا ذي 80 متر محفظه ذي جون بيسو سواد ذي الكراج ذي الكوزينه ذي البيت ذي الحمام. تسنج دايس وسط الدار ذا مقران ذو صالون تنين بيوت در حمام دايس بالكون في الداثة وني سنن قجوتية قد سنم ثوذ دايس يتكوى الطوبيس ديني جرون تاكسي كوشي ديني ديني ثيحونا وذ سنت كوشي وذ سيد ثوذ سي وبريد. بطبيعة الحال حتى نتوما الا كان عندكم شي عروض شي ديور للبيع ولا وبغيتو نتكلفو لكم بالبيع ديالها، اتصلوا بنا بنفس الارقام. بطبيعة الحال هذا هو البالكون اللي كاين الفوق، وكنتمنوا منكم كاع تشتركوا معنا في القناة وديروا ابوني باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالنا اللي كنجيبو لكم كل مرة عرض جديد. هذا بيت الاخر كما قلنا راه كلها غادي تفينا عاد، راه باقي ما فينياش، باقي غادي دوز لا فينيسيون عاد كامله على الدار. الصباغه باقي غادي دا، يعني كيتباع مسبوغ والكوزينه مصاوبه والدوش مصاوب، كلشي مصاوب. الدار محفظه فيها 80 متر، الثمن ديال البيع 75 مليون سنتيم. غادي نخليكم تكملوا معنا هذا الفيديو حتى الاخير، وكنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.